كاف 24 تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. الشكل النضالي اللي دعت له التنسيقيه متفاعلا مع البرنامج النضالي الذي سطره المجلس الوطني الخاص بالتنسيقيه الوطنيه للاسيده الذين فرض عليهم التعاقد. كما قلت الشكل النضالي ديال اليوم كياتي في سياق البرامج النضاليه ولا البرنامج النضالي الاخير الذي سطرته التنسيقيه الوطنيه للاسيده الذين فرض عليهم التعاقد وتفاعلا مع المستجدات وخاصه تصريح الوزير المسؤول على القطاع اللي هو السيد سعيد امزازي اللي قال واحد العباره مفادها غنقولها بالدارجه قال لك بان هاد الناس هادو كانوا في البطاله ونقدناهم وكاننا ماشي ما كننتميوش لهذا الوطن. يعني كنقولوا بان التصريحات هذه تصريحات غير مسؤوله من مسؤول اللي كيحسب راسه وزير ومكلف بالحقيبه ديال وزاره التربيه الوطنيه. يعني حنا كاسيده فوج 2019 كنستنكروا هذه التصريحات هذه لان التصريحات غير مسؤوله. نحن مواطنين مغاربه والحق في الوظيفه العموميه هو حق ديال كل مواطن مغربي. حنا مواطنين ماشي رعاه، حنا ماشي رعايا، حنا ماشي في مزرعه، ماشي في ضيعه، حنا في دوله وبالتالي حنا مواطنين والحق في الوظيفه العموميه هو حق مكفول لكل مغربي طبقا للدستور ديال 2011 اللي صوتوا عليه المغاربه. طبعا حنا كفوج 2019 فوج كجزء لا يتجزا من التنسيقيه من الجلسات ديال التنسيقيه الوطنيه للاسيده الذين فرض عليهم التعاقد. كنعبروا على موقفنا اننا كنرفضوا التعاقد وكنرفضوا اننا نعوضوا الاسيده الزملاء ديالنا اللي عندهم مسؤوليه ديال الاقسام. كنرفضوا بطبيعه الحال اننا نعوضوهم في الاقسام ديالهم. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وما تنساوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.